في أحد الأيام خرج الديك كوكي في نزهة مع فراخه الصغار، وحذرهم من الابتعاد عنه حتى لا يتعرضوا للخطر. وبدأت العائلة في التنزه والاستمتاع بوقتها، بينما كان الذئب يراقبهم وينتظر فرصة حتى يلتهم أيا من الفراخ الصغار. وكان أحد الفراخ متمردا وقرر أن يبتعد قليلا ويخالف ما قاله والده، وبالفعل ابتعد عنهم وبدأ في اللعب بمكان آخر ظنا منه أنه لن يتعرض للخطر. فجأة وأثناء لعبه هجم الذئب عليه وحاول التهامه، وفي نفس الوقت كان ديكو قد اكتشف أن أحد فراخه ليس معه، فأخذ يسرع ليبحث عنه، ووجده والذئب يحاول التهابه. أخذ يضربه بمنقاره ويخيفه حتى هرب. أخذ الفرخ الصغير يبكي ويقول لوالده: سامحني يا أبي، فأنا مخطئ ولن أبتعد عنك مرة أخرى، وسوف أنفذ كلامك بعد ذلك. إلى اللقاء في قصة أخرى.